بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر. والحقيقة هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الأمة لا يجب أن نفوتها دون نصرة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب هذه الإساءات المتعمدة من قبل فئة معينة. هذه الفئة لا تلبث أن تسيء إلى النبي، تارة بالرسوم، تارة بفيلم، تسيء إلى الإسلام كله، أحيانا بأن هم يحرقوا المصحف الشريف، وأحيانا يدوسون هذا المصحف، أحيانا يقطعون أو يمزقون أوراق هذا المصحف، حملة شعواء بتشن من وقت إلى آخر ضد هذا الدين وضد هذا النبي العظيم الذي علم البشرية كلها كيفية الإنسانية وكيف تكون المودة والرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسله رحمة للعالمين. لذلك إحنا في هذه القناة المباركة دائما ومنذ هذا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، منذ أن أنتج أو منذ أن بث هذا الفيلم السيء السمعة، هذا الفيلم البذيء، منذ أن أنتج وإحنا الحمد لله بنعمل هذه الحملة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى نصرة النبي أو نصرة الإسلام، هل هذه النصرة تكون بالوقوف أمام السفارات وحرق الأعلام وقتل السفراء والدبلوماسيين، تكون بالحرب التي يعني نشاهدها دائما بين الشرطة والشعب، وأن يقتل كل منا الآخر؟ يا ترى هل هذه هي النصرة؟ إحنا بنضع أيدينا إن شاء الله بشكل صحيح على كيفية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بداية نقول لك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله عذرا رسول الله، وده العنوان اللي دايما احنا بنتناول به هذه الحلقات. في هذه الحلقة ان شاء الله معانا أستاذ وشيخ وعالم فاضل وتلميذ لعالمنا وشيخنا وأستاذنا وفارس المنابر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، ظل مرافقا له لمدة 28 عاما، يقوده يذهب به إلى المسجد، يجلس معه، يتعلم منه، يقرأ له، يكتب له. 28 سنة ظل مرافقا لفضيلة الشيخ الحبيب عبد الحميد كشك، ولذلك فنحن نعتبره تلميذا نجيبا للشيخ عبد الحميد كشك، وذلك لحبه الشديد، فنحن نحبه من أجل حبه لأستاذنا وأستاذه. معنا فضيلة الشيخ الحبيب محمود حمزة الجندي. أهلا وسهلا. أهلا شيخ محمود، منور يا حبيبي. شكر الله لك. يا أهلا وسهلا. سعداء بهذه المقدمة. الله يبارك فيك. أيضا معنا شيخ فاضل وقارئ فاضل للقرآن الكريم، بنقدمه لحضراتكم لأول مرة حتى طبعا نعطر هذا المجلس بالقرآن الكريم، وهو قادم إلينا من محافظة المنيا في صعيد مصر، الشيخ ناجح حسن علي معتوق. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك شيخ ناجح؟ بارك الله فيك. يا اهلا وسهلا بيك وسهلا. احنا عايزين بقى كده الاول كده تعطر هذا المجلس بصوتك الجميل،
وبآيات نتحدث فيها أو يتحدث فيها القرآن عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. الله الله الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا على المقتسمين. الله يشفيك إن شاء الله. الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين. نعم. عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم. إنا كفيناك المستهزئين. صلى الله عليه وسلم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق
يضيق صدرك بما يقولون. يا سلام. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. يا سلام. فسوف يعلمون. أيوة سيدي. أيوة سيدي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صدق الله العظيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حلو قوي شيخ ناجح ما شاء الله. لا ده القرآن بيقرأ في الصعيد فعلا يعني. سبحان الله. فضيلة الشيخ محمود يعني احنا بنعتز كثيرا انك انت تلميذ للشيخ كشك صراحه. شرف. احنا طبعا في اعلام الامه عملنا مع حضرتك لقاء كان لقاء ناجح الحمد لله. احنا بنشكرك محمد. الله يخليك يا شيخ محمود. حبك للشيخ الله طبعا حبنا للشيخ. الشيخ ده على رؤوس الناس جميعا يعني. فنحن نحبك لحبنا للشيخ كشك. جزاك الله عز. الله يكرمك يا حبيبي. شيخ محمود طبعا يعني حضرتك تلميذ لاستاذنا وأكيد سمعت منه كثيرا في هذه الأمور. الحملة ليست وليدة اليوم. نعم. لكن أنها حملة قديمة جدا جدا. نعم. ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا في العصر الحديث خدت شكل تاني وهو حرية التعبير وحرية الفن والإبداع. لدرجة أنه أنا قرأت خبر بيقول الحكومة الأمريكية تطلب من موقع جوجل انه يحجب هذا الفيلم وموقع جوجل لا يستجيب للحكومة الامريكية. معرفش انا بعتبر هذا الكلام كلام فاضي. لكن كيف بدأت هذه الحملة شيخنا الحبيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقاني بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمين ورحمة الله وبركاته. إن من عظيم الشرف وكمال السمو أن نتحدث عن أعظم مخلوق عرفه العالم. شهد له الأعداء قبل الأصدقاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم من موقعه لأداء رسالته شهد له الكاتب الأمريكي واشنطن آرفينج وقال
قرأت في العالم كله عن العظماء فوجدتهم 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه علم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قيل عنه: يا سيد العقلاء، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله الله الله. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك ارتدت السحابة، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم الترابا، ولو حسبوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجابا، وكان كلامهم فيها مهيبا ولا الأخلاق أجدر أن تهابا. صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع الآيات الكريمة في جوارحنا ونبينا على رؤوسنا وفي قلوبنا، بدأت نقطة البداية لإعلان الحرب ضد صاحب الدعوة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جمع عشيرته وقومه على جبل الصفا وقال: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، فاجتمعوا. قال: أرأيت لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أو مصدقية؟ فأجابوا جميعا قائلين: ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. قال: فربنا عز وجل أرسلني بشيرا ونذيرا بقوله تعالى كما استمعنا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال له تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وانبرى له أقرب الناس إليه قائلا، وهو عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وقامت الحرب من هذه اللحظة. بل وجاءت أم جميل تحمل جوالا ملئ حجارة مدببة، ووقفت أمام الحبيب تعرف أولا أبا بكر، قالت: يا أبا بكر دلني على صاحبك، وهو أمامه صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر وقف مندهشا، النبي أمامها، ومع ذلك لم تنبس ببنت شفة، ومع ذلك عادت والحسرة تملأ جانبيها، وإذا بالحبيب يرد على سؤال أبي بكر: أنت أمامها ولم ترك رسول الله؟ صلى الله. قال: أرادت قتلي فأعمى جبريل عينيها. يا سلام. تعرض الحبيب لأربع محاولات للإغتيال، واحدة منها أربع محاولات للإغتيال، للقتل. نعم، القتل. يا سلام. استند ذات مرة إلى جوار حائط، نعم، وإذا باليهود يتابعونه بنظراتهم. القرآن يحدث عن هذا الموقف أولا بأول للحبيب صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صوبوا فوق رأسه حجرا يديرون به الرحى، وما كادت أن تلامس رأس النبي حتى قام بصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فوقع الحجر على الأرض فانكسر. أنت كان عندك علم مسبق يا رسول الله؟ قال: أراد اليهود قتلي فأخذ جبريل بيدي. الله. نعم، وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمانه. وازدادت الحملة ضراوة بمجرد أن جهر بالدعوة صلى الله عليه وسلم، ووقف وسط الميدان بمفرده في قلب عاصمة الشرك وقلعة الأوثان، محاط بهم جميعا، وإذا بهم وقد تلقوه معارضين ومعاندين، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يستنجد بأحد، وما استعان بقوة على ظهر الأرض كما يستعان الآن بالناتو والأطلنطي والأطلسي وورسو، ويذهبون إلى مجلس الأمن والأمم المختلفة
لكن الحبيب استعان ولم يكن معه يومها أحد إلا الله، أعلنها في قلعة الأصنام وعاصمة الشرك قائلا: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله. ومضى سائرا صلى الله عليه وسلم يواجه جبهات بعد جبهات، وجد أن الأرض ليست صالحة للإنبات، ما فيش مانع رغم اضطهاد المستشرقين الذين قالوا إن محمدا يأس بدعوته في مكة 13 عاما، ومع ذلك هو لم ييأس بل غير الموقع، لكن الموقف واحد، هو لا إله إلا الله. ومن هنا ذهب إلى هناك إلى الطائف يدعونهم، وإذا بالعيون تراقبه وترصد تحركاته حركة بحركة خطوة بخطوة، تابعوه بالسفهاء والصبيان والنساء فأدموا قدميه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاء الأمين جبريل وقال: أرسلني ربي إليك مرني، لو شئت لأطبقت عليه من الأخشبين. صاحب دعوة لم يكن صاحب حزب ولم يكن له نزوة تنتهي بأن هو يخرج من الدائرة، ده صاحب دعوة، ده نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك قال: مرني يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. سعة صدره وسماحة نفسه وبخلقه الكريم حتى نرد على هذا العالم المتعصب المتشنج الأعمى، وإذا به يعلنها في صراحة قائلا: دعهم يا جبريل، لعل الله يخرج من بين ظهورهم من يوحد الله. الله. وبانت اللابنات الأولى حتى رأى عكرمة، عكرمة ابن أبي جهل، ورأى سبحان الله تعالى خالد ابن الوليد ابن المغيرة، رآهما صلى الله عليه وسلم قادمين متأبطين كل منها ذراع الآخر، فقلب الكف عجبا وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج الحي من الميت. يا سلام، ما شاء الله. استعان بربه ولم يكن معه يومها أحد إلا الله. ودي تحتاج إلى أن ننبه الأمة وشباب الأمة إلى أن هذا الموقف يحتاج إلى عقيدة راسخة. هذه العقيدة ربنا عز وجل علمها لحبيبه قائلا: ولله ملك السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. علم الحبيب وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أردت أن تختار فعليك أن تختار ألا تختار، واترك الاختيار للواحد القهار. الله الله. يعلم أن له ربا يحميه ويؤازره، ومع ذلك رأى الكثير والكثير: لا تسجد هنا، إن رأيتك يا محمد ساجدا في حجر الكعبة. أبو جهل جمع قريشا بأكملها: لئن رأيتك ساجدا لأطأن رأسك بقدمي هذه. فهل تفاوض معهم؟ أبدا، دي رسالة، دي أمانة. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم استعان بربه، لم يستعن إلا بخالقه، حتى يعلم الأمة إذا انفرط العقد أن من اعتمد على ماله قل، وأن من اعتمد على الناس مل، وأن من اعتمد على عقله اختل، وأن من اعتمد على غير الله ذل، ولكن من اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الله الله الله. إلى هذه الطريقة صار الحبيب. يعني سيادتك شيخ محمود تقصد انه الحبيب صلى الله عليه وسلم تعرض نفسه هو للإيذاء في بداية الدعوة. الحملة لم تكن يعني حديثة ولم تكن جديدة، ولا حرية تعبير ولا فن ولا إبداع ولا كلام من ده، منذ بدء الدعوة. منذ بدء الدعوة. اللي أنا يعني فهمته واستشفيته من سيادتك انه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن ينفعل، ولم يكن يتعصب، ولم يكن يعني لديه رد فعل سيء، وإنما كان يرد بالأحسن. فإذا زي ما حضرتك قلت عكرمة
ابن أبي جهل بيجي وخالد يعلنان إسلامهما نتيجة رد الفعل الجميل والحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام جميل خالص شيخ محمود، لكن إذا سمحت لي تفضل حتى يعني أرد على هذه الهجمة الشرسة. كيف كان مع معارضي ومنتقدي وقاتلي؟ ثمامة بن أثال أتى شاهرا سيفه يعلنها حربا شعواء وقالها بملء فيه تلوني على محمد اللي أقتله صلى الله عليه وسلم، وإذا بسيدنا عمر رضوان الله عليه يلتقطه ويعلقه بإحدى سواري المسجد ويربطه بحبل غليظ، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا رسول الله لترى قاتلك. وكم من الممكن لو كان هناك نوع من الغضب الشديد ما تخلص عليه يا عمر أنت، إنما النبي عليه السلام يعطينا فرصة الحوار يعني لا حتى مع أعدائه لا يفسد للود قضية. وأتى الحبيب ودخل رضوان الله عليه. طيب شيخنا نكمل نكمل القصة بتاع الثمامة نكملها إن شاء الله، لكن ناخد اتصالات شوية الأول ونرد على الناس. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل. الله يبارك فيك. وبارك الله في ضيفيك الكريمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرحم الشيخ عبد الحميد كشك. والله أقول: يتطاول الساقطون على النبي المختار، يتطاول السافهون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول لهم كما كان يقول شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك: هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ نريد أن نكون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه ودمه، ويقف مرة عن يمين النبي، ومرة عن شمال النبي، ومرة أمام النبي، ومرة خلف النبي، ويقول: يا رسول الله إن أديتك من أمامك خفت أن تأتي من خلفك. يا رسول الله إنني إذا مت فأنا كشخص واحد، أما إذا مت فستموت الدعوة. وها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم. وهذا سعد بن أبي وقاص يهدي له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعدا فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وهذا رجل يأتي إلى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسكه عمر ويخنقه خنقا شديدا، ويقول: ما الذي جاء بك يا عدو الله؟ فقال: دعه يا عمر، دعه يا عمر. والله والأمثلة كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أريد أن أطول، وأسأل الله رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وأن يدمر هؤلاء الساقطون التافهون. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ محمد. الحاجة سناء من اسكندرية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله مجلسكم يا رب، وذكركم في ملأ خير منهم يا رب، وثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين. عايزة أتكلم عن قارئ من أعظم القراء. نعم. قارئ يعرفه القاسي والداني، قارئ علم القراء جميعهم، بل علم المتعلمين أجمعين في كل شيء وفي اعتدال ووسطية. أتكلم؟ فضلي يا حاجة سناء. عايز أقول إن أعظم نصرة وأعظم اعتذار نقدمه للحبيب صلى الله عليه وسلم هو أن نكون عند قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. وعند قول ربي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنأمر بالمعروف بمعروف، وبإيجابية وبحكمة وبموعظة حسنة، وننهى عن المنكر بلا منكر ولا سلبية ولا فظاظة ولا غلاظة، وننهل من النبع الصافي، وننهل من سلوكيات الحبيب بوسطية واعتدال. فنسعد ويسعد من يرانا إعجابا وانبهارا، وكل ذلك لأننا اقتدينا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع. يقول ربي: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول ربي: لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويقول ربي: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟
بإذنك وبفضلك وبكرمك أنا يا ربي، بإذنك وبفضلك وبكرمك أنا يا ربي، بإذنك وبفضلك وبكرمك أنا يا ربي. صدقت صدقت يا ربي، صدقت يا ربي فيما قلت، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. وصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب المصطفى، واجعلني ممن تأذن لهم بالشفاعة وترضى لهم قولا، وتوفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. شكرا شكرا يا حاج سناء، وأكثر الله من أمثالك يا رب من النساء المؤمنات. طيب شيخ محمود، يعني موضوع جميل قوي. نعم. إن احنا نتحدث عن كيفية معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لمعارضيه. نعم. ومخالفيه والمعتدين عليه. نعم. موضوع جميل خالص. نعم نعم. أيوة. يعني يكفي أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بنظرته الواسعة وبقلبه الكريم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بخطى ثابتة معلم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى ثمامة فلم يعجبه موقف عمر فقال فكوا قيد ثمامة، قاتلك رسول الله، ومع ذلك فكوا قيد ثمامة. ثم ينظر عمر فكوا قيد قاتلك، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، من منظور الرحمة بأبي أنت وأمي يقول مفاجئا لهم هل قدمتم له طعاما كمان، كأن الحبيب يعني مش فكوا قيده بس، لا يعني أنا وهل قدمتم له طعاما. نعم. ورح يقتل النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقل لهؤلاء صورة طيبة. أيوة. لعلمه ولثقته بربه، لأن الحقيقة الناس في زمننا هذا قصروا على أن يقول كل واحد منهم هذا جاهي، وآخر يقول وذاك سلطاني. نعم. وآخر يقول وتلك وجهتي، ونسي الجميع أن يعلموا ويقولوا إن الحكم إلا لله. الله. فالنبي كان ثابت الجأش صلى الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه، هل قدمتم له طعاما، كأنه يقرأ ويعالج النظم المستبدة اللي بتعتقد إن الجوع مدعاه إلى أن يقر المعترف حتى لو عن طريق الإكراه. نعم. كأنه يعلم أن نداء البطن أقوى من نداء العقل، هل قدمتم له طعاما، ويرى في وجوههم أن واحد منهم لا يريد أن يعني يلبي هذا النداء. وإذا بسنا علي يأتي بقدح من اللبن اللي فيه مصادر الغذاء كله. نعم. فيشرب ثمامة بعد أن فك الحبيب أسره وقيده. ثم اقترب منه وقال يا ثمامة، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أما عن هذه فلا. يا سلام. ومع ذلك بعد أن فك الرسول قيده وقدم له الطعام اللي فيه مجمع الغذاء كله. نعم. صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله، لأنه صلى كان الله. إذا أكل أي طعام بأبي وأنت أمي كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. أما إذا شرب اللبن صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. يا سلام. فقال أما عن هذه فلا، قال خلوا بيني وبينه. إلى هذا الحد. نعم نعم، لا إكراها في الدين. أيوة. دين عظيم. هذا الدين يعلو، وهذه الجرأة. يبقى إذن فضيلة الشيخ محمود، أنا أستشف من كلام حضرتك أنه هذا ما يحدث مثلا أن احنا نعمل مظاهرات. نعم. ونشتبك مع الشرطة، بل ونقذف الشرطة بالحجارة، ويعني يحصل اشتباكات بيننا وبين بعض كمسلمين. هذا لا يدخل أبدا كما فهمت من حضرتك. نعم. ضمن نصرة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم بالأمثلة اللي ذكرتها. مع احترامي سعادتك أستاذ محمد. نعم. حينما خرج ثمامة وأطلق سراحه بهذه الطريقة اللي فيها نوع من الرحمة، لأنه من لا يرحم لا يرحم. نعم. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، بل قال الحبيب ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بل قال ربنا عز وجل وجل ثناؤه قال إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. وإذا بثمامة يعود القهقر ويعلنها في صراحة وفي وضوح وعن ارتياح
أمام ومرأى مسمع العالم بأسره أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حبيب الله ورسوله حقا وصدقا. فبيتسألوا جميع المندهشين أنت كنت هتقتل وكان يجرى كذا وكذا. قال حتى يعلن للعالم بأسره بأن محمدا لا يكره أحدا إلى الدخول في الإسلام. ده الكلام ده موجود في ديننا. نعم. يعني موجود في قرآننا. نعم. معاملة الآخرين بقى. نعم. إنما حدث ده في نوع من تضييق الدائرة. هذه العلاقة هي علاقة فقد البوصلة كما قالها أحد كتابنا قريبا يعني. نعم. فقد البوصلة إن أنا أكون ضيق الأفق بمجرد إن أنا أقول آتي بولدي عشان يبول على كتابهم أمام كنيستهم أو أن أحرق علمهم أو أن أدمر سفاراتهم أبدا. هذه الأمثلة مدعاة إلى الدخول في نفق مظلم. نعم. لكن الدعوة أن يقبل العالم على هذا الدين يدرسوه. يا ليتنا نصدر كتبنا كتب الحبيب سيرة النبي يجب أن تنتقل إلى العالم بأسره بجميع لغات العالم حتى يعرفوا بداهة من هو نبي الرحمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعلموا أن النبي الأمين قابل معارضيه كما قابل سعد. ولو في فرصة نقول والله إنه قابل حبرا من كبار أحبار اليهود وهو زيد بن سعفة. زيد بن سعفة يعني رجل يعني لا تفكير له إلا أنه كان مرا فوجد. طيب ناخد قبل القصة الجميلة دي. ده مهمة جدا. آخر مهم. الأخ أبو حمزة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا وسلام للإخوة الضيوف اللي مع حضرتك. الله يسلمك. بالنسبة خليل. دلوقتي يا أستاذ محمد عايز أقول لحضرتك على حاجة. فضل. يعني إحنا اللي رضينا على نفسنا كده اللي إحنا نجيب الإساءة لغاية نفسنا. إزاي؟ يعني تعرض مسلسل قبل كده اللي هو يوسف الصديق كان المفروض إن إحنا نقف ساعة المسلسل دوت متعرض في القاهرة متعرض في مصر هو ده المفروض. نعم. عشان ما يجيش ربنا يعاقبنا بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت تتكلم بس هي النقطة بتاعتك واضحة جدا. هو بيقول الأخ والله يعني كلامه حلو جميل. بس هناخد الأخ محمد الأول. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن أتحدث مع الشيخ محمود؟ اتفضل يا محمد. حضرتك الشيخ محمود والمشايخ كلها عليها واجب ناحية مصر كلها مش ناحية العالم الإسلامي إن هم يروحوا المساجد اللي في القرى اللي في الأرياف لأن نعم. مش كلنا نعرف الدين. يعني أنا نفسي إن هو يجي لنا هنا كفر الشيخ. طيب ماشي ماشي. خالد على الهواء. ماشي يا محمد. يروح مش هو لوحده ده دي رسالة نعم. لكل المشايخ. ماشي يا محمد كلامك واضح جدا. محمد يعني بيقول إنه المشايخ نعم. يتجهوا إلى القرى وإلى المساجد طبعا ساعتك صحيح المشايخ فضل. مش مقصرين يعني ساعتك أضرب إنها بكل الرغبة والشيخ محمود أصلا بيذهب أيضا إلى المحافظات وليس للقاهرة بس وكل المشايخ على فكرة بيؤدوا الواجب لكن احنا عاوزين برضو نفهم الشباب في حلقة مفقودة عند نعم. الناس نعم. يعني هم بيحملوا العلماء وبيحملوا الدعاء المسؤولية كل ما حصلت حاجة يقول لك ده الدعاء وما بيتكلموش أقسم لك بالله شيخ محمود والشيخ ناجح والكل إن الدعاء لا يقصرون أبدا ودائما يتحدثون حضراتكم بتتحدثوا في كل مكان كل جمعة قنوات الفضائية الدينية شغالة الصحف المحاضرات الندوات كله لكن في حلقة مفقودة هي إنه إحنا شيخ محمود لا نجيد التعامل مع الأزمات مش كده برضو نعم ولا لا نعم نعم إحنا لا نجيد التعامل مع الأزمات نعم في حينها ما فيش حاجة اسمها إدارة أزمة إنما في طبعا قوة خفية بتحاول تسيطر على هذه الأزمات وبتحاول توجه هؤلاء الشباب الصغار لوجهات لدرجة أنه الشرطة اكتشفت أنه منطقة محيط السفارة الأمريكية كان معظمه بلطجية ولاد ما بيصلوش ولاد بيضربوا الشرطة وبيضربوا كده لأن مأجورين وهذا الكلام في محاضر الشرطة شيخ محمود نعم نعم الموضوع مش موضوع دعاء بقى ولا موضوع حاجة لازم يكون التحام بالجماهير بالضبط تمام نعم تمام نعم بس نعم الأخ بيقول حاجة مهمة إنه اتكررت الإساءة وإحنا بنسكت الكلام ده صح؟ طبعا يعني هذا التقصير السلبي لابد يكون له دور إيجابي
متمثل في أن المسلم نفسه المسلم من سلم المسلمون من لسانه وده. نعم. المسلم يجب أن نتخلق بأخلاق من يدافع عنه. أنت بتدافع عن حبيبك يبقى تتخلق بأخلاق. نعم. أيوة. تدرس منهجه. أيوة. التلميذ حينما قام ليجيب عن بقية إخوانه في الفصل حينما عزف الآخرون عن الإجابة فالمدرس تعجب قال له أنت بتجيب عن السؤال وإن كان غريبا عن الإجابة لما قمت؟ قال له لأنني صليت الفجر حاضرا. قال له طب إيه صلة صلاة الفجر حاضرا بأنك مقتنع أنك ستجيب؟ قال لأنني علمت أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يرجع. يا سلام. ففي ارتباط بالمسجد. إجابة جميلة. في ارتباط. إجابة جميلة جدا. نعم. جدا. نعم. شاء الله. ولذلك كانوا يقولون يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تتركهم طرفة عين فإن رحمة الله عز وجل لا تفارقهم. بالنهار نحرق العالم، بالليل استياء بأن نشاهد مباراة عظمى بين عملاقين وفريقين. في انفصام شخصية مثلا. لازم يكون فيه تلاحم. الله يكرمك. الله يكرمك. ذكرنا بالحاجات دي كده. أو فيلم مثلا مخل مثلا. نعم. نعم. بالآداب يعني يكفي إن أو أغنية فيديو يكفي أن تزاع يكفي يعني مدرسة المشاغبين كانت عبارة عن فصل فرنسي. نعم. حولوها هؤلاء الذين اندفعوا إلى ثراء المادة وإلهاء الخلق. احنا جربنا جميع نواحي التربية في مجتمعنا ففشلنا. جربنا التربية مع الشباب والآن ترى زخم من السلبيات. الشباب الآن أنا أعذرهم لأنهم لم يجدوا اليد الحانية. حينما يكتب حينما يقوم تقول له اكتب الأخلاق فيكتب على السبورة بكل فخر سلبي الأخلاق ألف لم ألف وخه ولم ألف وهمزة على الرصيف. يعني الأخلاق كده لا حول ولا قوة. وبعدين التعامل مع المدرس فين النهاردة؟ قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. بعد وقت فصل فرنسي واحد أصبحت أربعة أبواب تذاع آناء الليل وأطراف النهار. فكأن لسان حليم قم للمعلم وفيه التلطيشة كاد المعلم أن يكون شويشة. العلاقة فين بين الأستاذ أن يقف المركز التعليمي؟ للأسف فالطلبة جايين عشان يسجلوا الأسماء للعلوم للرياضة فيوم يقول له مش كم طالبا جاء إلى المركز لنعلمه ونستقبله ببشاشة يقول له كم مريضا دخل إلى عيادتنا؟ نعم هم مرضى. مرضى اللي فيهم في صنف الشخصية. المعلم يجب أن يكون ولذلك يجب أن يكون الحصة الأولى في هذا الأسبوع في الجامعة في المدارس حينما أرسل ربنا عز وجل الكليمة موسى إلى الخضر فبادره قائلا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيجيبه الخضر بصراحة لأنه ممكن قسى ليزدجره ومن يكو ذا قلب رحيم فليقسو أحيانا على من يرحمه. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا. كان ممكن يكون الرد جاف شوية. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لو واحد من أبنائنا البعيدين عن أصل مركز الدائرة وحجر الزاوية ورمد الركين يقول أنا سأعتزل هذه الحلقة أنا آسف حتى تعطيني أو ترد لي اعتباري. لكن القرآن لو سرنا خلفه قال الكليم وهو أحد الأعمدة الخمسة من الأنبياء أولي العزم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مين بيقدم المشيئة؟ مين بيقوم يعني ملتزم بربه عز وجل؟ فين النهاردة إنما سلام صلى الله حينما سجد وكل الدنيا يعني تحاصره وتؤذيه ومع ذلك ألقوا القاذورات عليه وهو ساجد فقال يا ربي ما فعلت شيئا أستحق عليه كل هذا. ومع ذلك يعني هم الدنيا كلها تعلم أنه أما الأنبياء والدنيا كلها تعلم أن الأمين جبريل قدمه إماما وأحيا ربنا له الأنبياء جميعا وقال له ليلة المعراج تقدم أنت إمامهم فالليلة هي ليلتك. الله. طب مين قال كده؟ القرآن واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالأنبياء جميعا عملوا في معسكر واحد. نعم. وتحت لواء واحد عملوا جميعا في معسكر التوحيد وتحت لواء لا إله إلا الله. شيخنا الحبيب كان فيه برنامج الحقيقة اللقاء عجبني جدا التقوا عبر الهاتف والأقمار الصناعية بممثلة اشتركت في هذا الفيلم المسيء وهذه الممثلة قالت كلام خطير جدا. قالت واحد السيناريو اللي كان معايا المكتوب وأنا بمثل طبعا بمثل باللغة الإنجليزية وأنا بمثل مكتوب اسم جورج وبتقول أنا عندي هذا الإثبات وأنا حقاضي المنتج بتاع هذا الفيلم
فأنا بتكلم عن شخصية أو شخص اسمه جورج. نعم. في الدبلاج عملوا الدبلجة بتاعت الفيلم قالوا بدل جورج محمد، فبتقول هذا الكلام أنا ما قلتوش وهسمعه لكم في الفيلم. وفعلا وهي بتسمع الناس مقطع الفيلم بتقول الاسم الثاني وما قالتش كلمة محمد، ففي مؤامرة كبيرة جدا. دي حاجة. الحاجة الثانية بتقول أنا لا أعلم من المنتج ولا المخرج ولا السيناريست اللي كاتب هذا الفيلم أنه يسيء إلى ديانة أصلا. بتقول أنا ممثلة ومكتوب قدامي سكريبت أو سيناريو، تعالي مثلي هذا الدور، فلا أعلم إن هو ضد ديانة أساسا، يعني لا ضد إسلام ولا مسيحية. هذا حاجة الثالثة. بتقول حاجة خطيرة جدا ومهمة يا شيخ محمود، إنه أنا بعتذر كثيرا لأنه هذا الكلام أساء إلى المسلمين. فإيه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ ده الكلام ده كان على الهوى. نعم. ومن ممثلة شاركت في هذا الفيلم البذيء. أقرأ خبرا. نعم. يعني من شويعات أن الأقباط يعني قدموا اعتذارا. نعم. وقالوا لا يمكن الإساءة أبدا إلى النبي محمد. لا، هنا في داخل مصر ده عملوا كتير. ولذلك يعني يجب، احنا قلنا في انفصام ليه، لابد أن يرسل هذا الكلام إلى الخارج ويرسل هناك علماء ويبقى فيه لغة مشتركة وعرض النتائج الإيجابية لهذا الدين، لعلهم يتناسون، لعلهم يعني لعل القنوات مغلقة. وأنت تعرف مدى شهوة المال والشهرة والتعدي على الآخرين، ولعل ولذلك يعني يقول لك إيه، عايز إن الإسلام يعني في مؤازرة. المؤازرة بالتمسك بالقيم، إنما كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عايزين يعني لسه مع قصة زيد بن سعفة كنا عايزين نشوف كنا عايزين نقول إيه، شوف بقى الفعل ورده. نعم. ما دي أكبر دليل بالغ ومن صاحب الدعوة نفسه. زيد بيقول أنا مررت بجوار المسجد فرأيت رجلا يعني أحسبه علي، والنبي وقف قصاده صلى الله عليه وسلم. فبيقول جاء رجل أعرابي وقال يا رسول الله أنا من بني فلان أصابتنا فاقة، يعني فقرا، فلو شئت أعطيتنا. فالنبي قال له اعطيه علي، فلم يجد شيئا. جاء هذا الحبر وقال له وأعطاه كذا مثقال وقال له أتبعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى وقت معلوم، فأخذ النبي المبلغ. تاني يوم جاء الحبر نفسه وقال يا محمد صلى الله رد إلي ديني، وبأعلى صوته قال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون في أداء الديون. فطبعا سيدنا عمر قال مرني بقتل. زيد عرفه، فالحقيقة النبي قال له رد إليه ما أخذناه بالأمس. فقال ما جئت لأطلب دينا، ولكنني قرأت أوصافك كلها في التوراة. التوراة الحقيقية بتقول لليهود وتقول للنصارى يا محمد إني سميتك المتوكل، أنت رسولي ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تقابل السيئة بالحسنة وتعفو وتصفح، والله عز وجل أرسلك بشيرا ونذيرا. فقال له ما جئت لأطلب ديني، ولكن قرأت أوصافك كلها في التوراة وأردت أن أتحققها فيك إلا صفتين أردت أن أتحققهما بنفسي، هل أنك تحلم عند الجهالة؟ وهل تزيدك شدة الجهالة عليك إلا حلما؟ فوجدتهما متحققتين فيك، وبالتالي لأنه دخل التجربة دخل المعمل خد عينة وحللها ما قراش منشط أو عنوان عريض أثاروا به استياء. يريدون الفرقة في مصر، مصر في حاجة. الأزمة عندنا أزمة أمة، عايزين نعالج هذا الانفراد بتاع العقد. صحيح. عايزين الأمة تنظر إلى عدم توقف الإنتاج ده، إحنا المديونية زادت إلى كذا، وبعدين الانبهار بالمنشط العريض يؤدي إلى وقيعة. نعم. عايزين الناس تعيش في صلب الموضوع، ما تاخدش الأمور بقشورها. فوجدتهما متحققتين فيك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد الرسول حق وصدق، واعلم أن الدين الذي عليك قد تنازلت به على فقراء المسلمين. بتقول الرواية أنه عاد إلى قومه فقال له ماذا حدث بينك وبينه وأنت سيدنا؟ قال آمنت به عن اعتقاد جازم فشهدوا جميعا بالإسلام ونطقوا بشهادتين. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا عايز أسمع الشيخ ناجح كده في آيتين كده
ما شاء الله عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قلتها إن شاء الله. يا ريت والله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صلى الله عليه وسلم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. أيوة سيدي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. له أسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو. له الأسماء وهل أتاك حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهل امكثوا
فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله فيكم وشكرا سعدنا بكم والله في خلال هذه الساعة شكرا جزيلا نختم ختام يعني بكلمة يعني طيبة بالثواني يا شيخ نعم بالثواني أن نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت حياتك للزمان ربيعة ومشى بشيرك في الأنام مذيعة الله أكبر الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا جبريل ضمك يا محمد قائلا اقرأ ستنشر في الورى تشريعا بينته قولا وفعلا نيرا أحسنت قولا في الورى وصنيعا ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس يحيي المشرقين طموحا وسع العقائد يستضاء بهديه يعلو على ضوء النهار سطوعا شكرا شيخ محمود بارك الله فيك وشكرا شيخ ناجح شرفتونا والله بارك الله فيكم مشاهدينا الأعزاء في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفينا الفاضلين فضيلة الشيخ الحبيب محمود حمزة الجندي وهو أحد تلاميذ فضيلة الشيخ عبد الحميد كشف وفضيلة الشيخ القارئ ناجح حسن علي شكرا جزيلا وهناخد فاصل ونلتقي في فقرة أخرى في رحاب الأزهر